فلننطلق، كان يجب أن أبقى في البيت. ستتركنا مستحيل. الباص يجوب الكون في مغامرة جديدة، في كل رحلة نتعلم معلومة مفيدة. نطير إلى الفضاء فوق الأرض وتحت الماء، هيا بنا يا أصدقاء فلنركب ونسافر. في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية. بالباص نجوب الكون في مغامرة جديدة، في كل رحلة نتعلم معلومة مفيدة. في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية. هناك شيء ما ناقص. عندما نتحدث عن السحارة يكون كل شيء واضحا تحت الشمس. آسف داليا، لا يجب أن نقول الصحراء. أنت تمزح؟ الكل يقول صحراء، إذ لدينا الرمال ولدينا الحصباء ولدينا أيضا نباتات الصحراء مثل الصبار أو الشجيرات الزيتية. ولدينا تكييف الصحراوي الجاف، الحرارة، الشمس الملتهبة، جفاف، عواصف رملية. جميلة، هناك شيء ناقص. لا 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 لا. وكما أقول دائما، ليس سيئا أن تكون مستعدا. أمر مضحك آنسة فاتن، ذلك بالضبط ما فكرت فيه. عرفت، حيوانات صحراوية، هذا ما ينقصنا. آنسة فاتن، صورتنا لن تكتمل دون الحيوانات الصحراوية. استنتاج فعال الليال. علينا تجهيز الأمور في الحال. الآن الوقت متأخر. شكرا آنسة فاتن. ها يا رفيق الصغير، طبقا لأبحاثي هذا جرغ الكنجر، وهذه العضاء الضخمة. أليست جميلة؟ إيه، فقط ليال من يعتقد أن العضاء جميلة. وهناك المزيد، السلحفاة، الخنفس، العقرب، الأرنب الأمريكي، الطائر السريع. لين، أخبري ماذا عنك؟ أتعرفون ما هذا الحيوان؟ إنه طفل القيوت. ليال، أنت متأكدة أن كل هذه الحيوانات تعيش في الصحراء؟ فكري في الأمر، الصحراء حقا حارة، الشمس تعصف بالأرض طوال اليوم، تضرب، لا يوجد أي ملاذ للحيوانات كي تهرب إليه من الحرارة. حرارة، سخونة، ليست الحرارة فقط، ولكن لا يوجد أي طعام في الصحراء، ولذلك فإن أي حيوان يظهر نفسه يفترس من قبل الحيوانات الكبيرة. وهذا ليس كل شيء. حقا؟ الجزء الأسوأ، لا يوجد على الأغلب أي ماء في الصحراء. لا مأوى، لا طعام، لا ماء، لا يوجد أي وقت إطلاقا، وكل الحيوانات الصغيرة الجميلة طعام للصقور. مدينة الرعب هو عنوان اللعبة ليال، مدينة الرعب. إنه محيق، فلا طعام كاف ولا ماء ولا مأوى في الصحراء. علينا أن نفعل شيئا. أجل، ماذا سنفعل؟ ما الذي سنفعله؟ حسنا، في مدرسة القديمة نقرر خلال اجتماعاتنا. أنذهب في رحلة؟ فريد الأسد. إنه محق، عملية إنقاذ كئيبة. كئيبة؟ نعم، الطلاب ضد مدينة الرعب. إلى الصحراء. آنسة فاتن؟ نعم. لأول مرة أنا جاهز. عدة الرحال الصحراوية، واستنادا للفصل السابع من دليل الجديد لرحلة صراع البقاء، آنسة فاتن، افعل الأسوأ. سأفعل ما بوسع فريد. حسنا، هل ستأتون أم سأنقذ كل تلك الحيوانات بمفردي؟ إلى الباص. هيا اتبعوا ليال. قوموا
قل لي فريد، ماذا لديك في حقيبة الظهر؟ واقي من الشمس، عدة مواجهة الأفاعي والحلوى اللذيذة. لا مجال للمرح كالروم، لسنا ذاهبين للصحراء لنتسلى. ألن نفعل؟ الصحراء مليئة بالمفاجآت الليال. هذا البص بطيء جدا، ألا يستطيع الإسراع أكثر أنسة؟ كل لحظة تضيع تزداد معاناة الحيوانات الصغيرة. لدي طريقة لمعالجة الموضوع، هيا يا باص قم بعملك. طيري طيري يا طيارة، طيري طيري. ألم نصل بعد؟ تمسكي ليال، أقلعنا للتو. إننا نحلق فوق الجبال، ألم تقولوا إن الطلاب ضد مدينة الرعب؟ والجبال تحتوي على الطعام الوافر والمأوى والماء. أنسة فاتن، مؤكد سلكنا الطريق الخطأ. الطريق الخطأ؟ لماذا ليال؟ لولا وجود الجبال لن تكون هناك صحراء. وما علاقة وجود الجبال بالصحراء؟ ألم تسمعوا يا رفاق بظلال المطر؟ لا. بعض الصحارى تتكون مما يسمونه ظلال المطر، فعندما يهب الهواء الدافئ الرطب فوق الجبال فإن بخار الماء الموجود فيه يتكثف إلى مطر أو ثلج، فتحتفظ الجبال برطوبة كاملة بينما يصل الهواء جافا كالصحراء على الجانب الآخر. انظروا لهذا. هذا ليس عدلا، لما تستحوذ الجبال على الماء؟ إن بقيت توجهين الأسئلة ستجدين الإجابات عليها. هذا مكان مناسب للهبوط، استعدوا. الرحلة 36، نتيجة للنقص في تدفق مياه المرتفعات استخدم مظلة الهبوط. لين، مظلة الهبوط. هذه ليست مظلة، إنها زوج أحذية. انظروا لهذا المكان. واو، ميزان الحرارة يشير إلى 107 درجات فهرنهايتية، الجو حار. كيف يمكن لأي شيء العيش هنا؟ هل أنا أتخيل أم أن هذه الرحلة الميدانية الأخيرة لنا؟ هيا معي، نحن هنا لنختبر الصحراء. اغتنموا الفرص، ارتكبوا الأخطاء، امتلئوا بالغبار. الرحلة 78 ليست مشكلة أبدا. هيا هيا، الطلاب ضد مدينة الرعب، أتذكرون؟ يجب أن نعمل سويا. أين تلك المدينة؟ وأين الطعام؟ أين الخبيزة؟ أريد طعاما فريد. أخاف أن تكون قد تحللت. كيف لك أن تفكر في الأكل بينما كل تلك الحيوانات الصغيرة تعاني من الجوع؟ أرى أن الحيوانات الوحيدة الصغيرة هي نحن. انظروا، هناك واحدة. آه، إنها سحلية ملفوفة. هناك طائر عجيب المنظر يجري بسرعة، وذلك يعتبر مثالا مناسبا للطائر العداء السريع، يطارد سحلية شهية ليأكلها. هيا علينا أن نحمي تلك السحلية. في المدرسة القديمة السحالي لا تجري أبدا على أقدامها. أسرعوا جميعا إلى الباص، علينا الإسراع في إنقاذ السحلية. ماذا تفعلين؟ وضعك لكنت سحلية يطاردها طائر عداء جائع. هيا. موقف جدير بالتفكير ليال. واو رائع، هذا هو السيد. وكما أقول دائما، عندما يجوع كائن فإن الجوع كافر. هذا سيء، سيء جدا سيء. ولسوء الحظ يريد الإمساك بها. أكره الرحلات التي نتعرض فيها للأكل. بدت أعرف الآن شعور الكائن الذي سيؤكل. الرحلة 107 لتوقف عملية افتراسك، كن غير صالح للأكل. لم أفهم. أعزائي، هل سمعت اقتراحا لتجنب عملية الهضم؟ بناء على أبحاثي علينا التحول لشيء ليس لذيذا. داليا، اضغط
ضغطت على الزر نتحول إلى إحدى السحالي المتعددة القرون. تجربتنا الأولى تخبرنا أن الطائر العداء لا يحب السحالي ذات القرون. حقا؟ إذن الحيوان الصغير له طرق خاصة لمنع فرائسه من الإمساك به كالهرب بسرعة. نعم أنت محقة ليال، وذلك يعني أنه لا يحتاج إلى مساعدة. أنت متأكد من هذا؟ الحياة في الصحراء قاسية، الجو شديد الحرارة ليسمح بمطاردة الحيوانات أو لكي نطارد. أنا أحترق. أحق، وكذلك بمكان آخر هناك حيوانات صغيرة مسكينة تكاد تحترق أيضا، وعلينا أن نجدها ونساعدها. أوقف الباص رجاء. الجميع إلى الخارج. ليس ثانية. اصطفوا اثنين اثنين. أشعر بالحار. وأنا متعب. وأنا جائع. وأنا جاهز. ليال، ها نحن نبحث ونبحث دون أن نجد أي حيوانات أخرى. ولا واحد. ليال أنا أحترق. وأنا أيضا. أنت ساخنة؟ ماذا عن ذاك الأرنب البري المسكين؟ أترون يجلس هناك بينما الشمس تلسع رأسه وهو مكسوم بالفراء. الرحلة 58 عندما تلسعك الشمس ضع قبعة. هذه القبعة. شكرا حريف. هاي خذ أيها الأرنب البري الصغير، ستحميك من حرارة الشمس. قبعة جميلة لتظلل عليك. ليال فريد، كيف سيبقى ذاك الأرنب البري مستظلا؟ حسنا. أذن مكيفة للهواء. أذن مكيفة للهواء. طريفة أنستي. شكرا كروم. كروم كيف تمزح في وقت كهذا؟ استنادا على أبحاثي ما قاله ليس مزاحا ليال. أتعلمين كيف يعمل مبرد الماء في السيارة ليبرد سخونة المحرك؟ بعض الحيوانات الصحراوية لها أذان كبيرة تعمل بنفس الطريقة. عندما يتحرك دمها الدافئ خلال أذنها الكبيرة يصبح باردا وتبقى باردة. عليك أن تعترفي، السحالي لا تحتاج إلى مساعدتك، وكذا الحال مع الأرانب البرية. حسنا، إذن الأرنب البري يملك طريقة ليبقي جسمه باردا، لكن ماذا عن تلك؟ إنها سلحفاة صحراوية، لكن نادرا ما تخرج في مثل هذه الحرارة. أرأيت؟ حيوانا في ضيق. هيا علينا المساعدة. لكن هل سنفعل؟ كروم لا تكن أنانيا، ماذا لو كنت سلحفاة تشوى بشمس الصحراء المحرقة؟ أتمنى لو لم تقولي. وكما أكون دائما، هناك أكثر من طريقة لبارف. دخل الباص لباطن الصحراء، وبهذا نصبح متشابهين مع سلحفاة الصحراء. الحال في الأسفل أكثر برودة. ملاحظة جيدة سورة. أجل، هذا حيوان آخر لا يحتاج إلى مساعدتك يا ليال الشجاعة. لكن كروم، فكرت لتوي بسبب، ربما عدم رؤيتنا لأي حيوانات أخرى يعود لأنها اعترقت كلها قبل وصولنا. عرفت ذلك، وصلنا متأخرين. ما الذي يحدث؟ أعزائي، الباص الآن على سلحفاة آلية. كنا ندفع بواسطة سلحفاة صحراء أخرى. هل ما زلنا في الصحراء؟ واو، ما الذي حدث؟ الشمس ذهبت. كروم انظر كم هي جميلة. 2 3 4 5. هي لم نصل متأخرين. السبب لعدم رؤيتنا الحيوانات هو لأنها كانت تنتظر كي تغيب الشمس. هل لديك سترة؟ درجة الحرارة 50 فهرنهايتية. ألست معي فريد؟ حالما تغيب الشمس يهب الهواء البارد.
الرحلة 57 بعد 200 لتهزم الحرارة. افعل كحيوانات الصحراء، اخرج في الليل فقط. انظري ليان، طريقة أخرى تساعد حيوانات الصحراء بها نفسها. لا بأس، لا عيب أبدا أن يخطئ الإنسان. كما أقول دائما، ارتكبوا الأخطاء، اغتنموا الفرص، اكتشفوا الغموض، أفضل طريقة للتعلم. لنواجه الأمر، حملة طلاب ضد مدينة الرعب قد أخفقت. حسنا كروب، حسنا، لا داعي لنبضك اللاذع. ربما أخطأت بخصوص السحلية، وربما ارتكبت خطأ فيما يخص الأرنب، وربما أخطأت بخصوص السلحفاة، لكن هناك شيء لم أخطئ بشأنه. كم تمنيت أن تبقي في البيت؟ لا، بل كم يحتاج كل من يعيش هنا للماء. أنت محقة ليال. شكرا ليال. إن لم يقم أحد بمساعدتي لمد تلك الحيوانات المسكينة بالماء، سأفعل ذلك بنفسي. ليال، أين أنت ذاهبة؟ قلت أنني ذاهبة لأمد تلك الحيوانات بالماء. ليال، أعلم أنني قد أكون أبلة، لكن اسمعيني. حسنا كروم، أسمعك. تلك الحيوانات ليست بحاجة لأن تحميها من أن تفترس أو تحترق من لهيب الشمس، صحيح؟ صحيح. يمكنها التكيف، صحيح؟ صحيح. حسنا، ربما ليست بحاجة للماء منك أيضا. كروم، كيف يمكنك قول ذلك وتعلم أن لا ماء في الصحراء؟ أنت قلت ذلك بنفسك ظلال المطر، أتذكر؟ انظري إليها، لا تستطيع الحياة من دون الماء، لكنها بالتأكيد على قيد الحياة، لابد أنها تشرب بطريقة. حسنا، إذن إن كنت بهذا الذكاء أخبرني كيف. هيا كروم، اغتنم الفرصة، كن فوضويا، ارتكب الأخطاء. أنا الواقع أنا لا أعرف. بالضبط، ربما أناس مثلي جاءوا إلى هنا ليمدوا الحيوانات بالماء، وربما أناس مثلي جاءوا ليحافظوا على الحيوانات. هي على الأقل وفر الماء للحيوانات. عما تتحدث؟ ألم ترش الماء علي؟ هذا هو المطر؟ عودوا جميعا إلى الباص. مطر؟ في الصحراء؟ إنها نادرا ما تمطر هنا، لكن وكما أقول دائما، هناك فرق كبير بين قولي نادرا وإطلاقا. الصحراء أيضا تبتعد كثيرا عن حاجتها للماء مني. نحن نبتعد عن الباص، هيا أسرعي. أليس شعورا رائعا؟ نحن نتكلم ماء. أمر مذهل، هيا انتقلنا من وضع استحالة الماء إلى صباح الخير أعزائي، كل شيء جميل كالمطر. أين نحن الآن؟ ما الذي حدث للصحراء؟ هل هذا حلم؟ لا ليال، إنها الصحراء المدهشة بعد عاصفة المطر. لكن كل شيء تغير والمكان كله حيوية. ماذا حدث لمدينة الرعب؟ انظروا لتلك النباتات والحيوانات. حياة الصحراء لا تكف عن إدهاشي أبدا. هل ترون ما أراه؟ إنها طاقة الأزهار. بدا لو أنها كانت تنتظر الماء لتتفتح. يوجد سمك روبيان هنا. روبيان في الصحراء؟ وخنازير أيضا، انظروا. الصحراء مليئة بالحيوانات البرية. وهذا الصبار مملوء بالماء. طبقا لأبحاثي، فقطعة الصبار هذه تحتوي بداخلها على عصارة، بينما خارجها مغطى بالشمع. لربما هو الشمع الذي يحفظ الماء بداخله. كما أقول دائما، عندما تمطر بالخير بشر. تعلمين ليال، كنت محقة، الصحراء لا تحتاج الماء، الحيوانات بحاجة للحماية من الافتراس ومن حرارة الشمس. أجل، لكن كروم كنت محقا أيضا، فهي لا تحتاج لمساعدتنا لأنها معدة للتكيف مع الصحراء. صحيح ليال، فقد تكيفت على التغلب على مشاكل الحياة في الصحراء. هيا بنا لنعد إلى الباص. تعنين أن عملية امتصاص الماء بالسرعة الممكنة تعني عملية تكيف؟ هذا صحيح تماما. وفتح نتوءات الحذاء تكيف، وبذلك تحمي نفسها،
والإقامة في جحر تكيف، وأن تملك أذانا كبيرة تكيف مضاد للسخونة. أجل، فكل الكائنات الحية هنا لها ما يكيفها لتبقى حية، ذلك كلام معقول. الرحلة 999 إلى المسافرين للصحراء دون أجهزة تكيف، سافروا مع المعلمة فاتن. حسناً، علي أن أقول إنه فيما عدا الجزء الذي كدنا نأكل فيه، والجزء الذي كدنا نحرق فيه من الشمس، والجزء الذي كدنا أن نغرق فيه، رحلتي الميدانية كانت مفيدة بحق. سررت لاستمتاعك فيها فريد. بما أنني عرفت أن كل هذه الحيوانات والنباتات معدة للتكيف مع حياة الصحراء، فلدي وقت إضافي لأفكر في شيء آخر. لا أعتقد أن فكرتك جيدة. قلت لكم علينا أن نفعل شيئا ما. ليال، للتو فعلنا شيئا ما، بل حزبة كبيرة من الأشياء. لكن هذه المرة تصرفنا بطريقة غير لبقة. غير لبقة؟ الطلاب يساعدون الطلاب النائمين. كروم. واضح أنه ليس لديه تكيف للقيام برحلة ميدان للصحراء. طبقا لأبحاث ليال، عملية السبات الشتوي هي تكيف. كما أقول دائما، إن لم تتحمل الحرارة اخرج فورا من الصحراء. المدرسة القديمة الأطفال لا يجيبون على الهاتف. مرحبا، أهذا باص المدرسة السحرية؟ أجل، لكن أنوي تشكيل لجنة لإنقاذ جرذان الكنغر، وأريد ليال أن تكون رئيستها. حقا، جميل منك أن تقول هذا، لكن جرذان الكنغر لا تحتاج لإنقاذها. أتعنين أن لديها تكيف ذاتي؟ صحيح، وربما لا تحتاج إلى امتصاص الماء من داخل النباتات، لأنها تحصل على حاجتها من الماء من البذور والنباتات التي تأكلها. لديها تكيف داخلي ليساعدها على الكفاح في الليالي القصيرة. ليالي قصيرة؟ أجل، لأنكم اعتقدتم أن وقت الليل يستمر لخمس ثوان. حسنا، مكثنا وقتا قصيرا في الليل. أردنا فقط أن نعرض كيف أن حيوانات الصحراء تخرج ليلا، إنها واقع تكيف كما تعلم. ما دام الحديث عن التكيف، لم أعرف نباتا ينمو من بذرة خلال لحظات المطر. عندما تريد أن تغطي الكثير من المعلومات خلال نصف ساعة، فلا وقت تنتظره لنمو البذور. لكنها فعلا تنمو بسرعة في الصحراء. ألا تريد أن ترى الصحراء في أوج تفتح أزهارها في المطر؟ طبعا أريد. أتعرفين أن شواك إبر النبات هي حقا أوراق؟ وهل هذه طريقة تكيفها؟ أجل، خلافا عن الأوراق فالأشواك لا تفقد المياه. ومعلومة أخرى، ليس كل الصحاري حارة، فبعض المناطق منها باردة جدا ولا يسقط فيها المطر. معلومة رائعة، شكرا لاتصالك. لحظة، سؤال أخير، أحقا تعرفين ليال؟ أجل، في الحقيقة أتصنعين لي معروفا، أخبريها بأنها كانت الأروع. وداعا. ربما سأجيب على الهاتف معظم الوقت.